هون كنا عايشين، هون الدنيا أكلت منا أحلى سنين. مرحبا، موضوعنا اليوم عن واحد من أكثر الأعمال حصداً للثناء النقدي في رمضان، وهو مسلسل مر بالعز، حيث يعود العمل إلى القرن الماضي وحارات الشام العريقة مع كوكبة من ألمع النجوم ضمن أحداث تدور وقائعها في مدينة دمشق عام 1900، حول قصص ثلاث حارات وهي الورد، المشرقية والعسلية. ملكة شخصية بسيطة كتير وذكية كتير، بساطتها إنها ممكن تقول أشياء ممكن تسبب أزمات، لكن هي بالحنكة تبعها تحولها لحل، وهذا شيء كتير نادر نلاقيه بهالأيام. زائد أنه هي نموذج نسائي ما نعرض أظن بالشامية، واللي هو البزنس وومن بهداك الوقت، كيف مرأة شامية عم تأسس حالها من الصفر وحاطة تارجت وماشي عليه وبدها توصل لأهدافها، حتى لو هي مو معلمة بهداك الوقت، بس هي عندها من الذكاء ما يكفي. مر بالعز، ليك من اسمه، من اسمه هيك بيعطيك دلالة لشيء. هو ببساطة عم يحكي عن حدا ظلمته الحياة كتير، اجت عليه كتير تعب، بس ما خلى الحياة تكسره، لأنه يتغلب على كل المصاعب اللي مرق فيها ويوصل لهدفه. يعني يتناول المسلسل أحداثا مليئة بالإثارة عن الخيانات والغدر والجرائم والقهر، إلى جانب قصص الحب والوفاء والشهامة وغيرها من القيم الجميلة، من تأليف علي معين صالح وإخراج رشا شربتجي، وبطولة محمود نصر، عباس النوري، أمل عرفة، سوزان نجم الدين، خالد القيش، نادين تحسين بيك، فادي صباح وغيرهم كثير. بحثنا كتير بالتفاصيل على مستوى الأماكن، على مستوى الملابس، حاولنا نشوف هاي البيئة بهذا الزمن قديش كانت جميلة. تعرف مواصفات العمل الرمضاني خاصة شوي، بيكون فيها جرعة الميلودراما، جرعة العواطف كتير عالية. نتوقف الآن مع أبرز ما جاء من تعليقات الجمهور حول المسلسل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.